السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو على السريع بس، هو انا رحت فين؟ قناتي انت محمد رحت فين؟ اختفيت مدة 9 شهور فين؟ يعني استحبت ليه؟ يعني انت كنت الاول بتنزل افلام وزي كده، بس سحبت فين؟ ها رحت فين؟ حابب اقول لكم يا جدعان، انا بدأت اشتغل في قناتي دي، تمام؟ يعني انا سبت قناة افلام ليك خالص، تمام؟ لان الاسباب، اولا لو رجعت لها التفاعل واقع خلاص، وقع فيها، تمام؟ ما عادش زي الاول مثلا. ثانيا ما عادش في افكار لافلام انزلها. ثالثا انا كنت باخد الافلام دي من ناس وزي كده، تمام؟ بالصورة بكل حاجة، لهدف معين، اللي هو الهدف اللي انا ارجع قناتي القديمة اللي كانت مقفولة، باللي انا اعمل القناة دي عشان تنجح وتتواصل مع يوتيوب وزي كده. ده الشرط الاولاني. استغفر الله، صوت كلاب في الشارع، بس ما اعرفش اذا كان ظهر ولا لا، بس انا هرفع الفيديو ده زي ما هو. رابعا انا ناوي، استغفر الله العظيم. المهم انا بدأت اشتغل على قناتي دي، هتلاقوني بكثرة في القناة دي بالذات، وبس. شكرا يا جدعان.